طيب انا عايز النهارده اتكلم على جزء من السلسله اللي كنا ابتدينا نتناقش فيها قبل كده، هي امراض العمل الثوري بمعنى ما، او زي ما سميتها امراض الحزب الثوري. احد اهم العوائق امام بناء حزب ثوري من وجهه نظري وتشكل الطبقه العامله كطبقه قائده للمجتمع هي مرض اسمه الاقتصادوي. والاقتصادوية ده كان مرتبط بمرض آخر، يعني ممكن نسميهم سندروم اسمها العملوية. خلينا نتكلم عن الاقتصادوية والعملوية ونقول إيه هم الأول، إيه شكل الطريقة دي من الممارسة. هي طبعا بيقول بيها وبينادي بيها وبيمارسها على الأرض في النضال السياسي ناس من أكثر الناس إخلاصا ورغبة وتوق للالتقاء بالطبقة العاملة والانغراس فيها وكذا، ولكن طريق النضال مش مفروش بالورود ولا بالنوايا الحسنة. الطريقة دي من وجهة نظري طريقة مش بس خاطئة، هي طريقة بتعوق بناء حزب ثوري. وأعتقد إن إحنا لازم نكون طلعنا من خبرة الثلاث سنوات الثورة بدرسها الأهم، وهو إنه ما كانت تحتاجه هذه الثورة هو حزب ثوري، وإنه علينا إن إحنا نشرع في بناء هذا الحزب كضرورة قصوى انتظارا للمد ومهمة أولى أثناء الجذر السياسي. فالاقتصادوية والعملوية بالمعنى ده بتمنعنا من مهمتنا الأساسية. إيه هي الاقتصادوية والعملوية؟ هي إنه يبقى العلاقة ما بين الثوريين سواء كانوا منظمة، سواء كانوا حزب صغير، سواء كانوا أفراد، سواء كانوا مجموعة، هي والطبقة العاملة، هي إن هم يتوجهوا للتضامن معها والاشتباك مع الطبقة العاملة في نضالاتها الاقتصادية. وده بيبقى من خلال أشكال تضامنية مختلفة، ولكن بتقوم على إنه عدم تقديم السياسة الثورية للعمال المناضلين او المنخرطين في تلك النضالات الاقتصاديه الهامه، عدم تقديم نفسنا بشكل صريح وثوري، عدم تقديم افكار اشتراكيه ليهم، وكل ده بيتغلف بدعوى انه ده هيكون منفر للعمال. فالاقتصادويه هي انه يتم التركيز في الارتباط مع الطبقه العامله على الجوانب الاقتصادية والامتناع عن التقديم الواعي واللازم والضروري للأفكار الاشتراكية الثورية، بصرف النظر عن كل النوايا الحسنة. ده بيضع حجر عثرة في طريق الارتباط بالطبقة العاملة. وهقول ليه وهحاول اشرح ليه انا شايف انه ما نقدرش نقف ونبقى محايدين بالنسبه لموضوع الاقتصادويه. موضوع الاقتصادويه في اساسه فكره، انا رايي انها نوع من الانتظاريه الغريب، انه الثوريين اللي بيعملوا كده بيحاولوا يرتبطوا بالطبقه العامله بالشكل ده دايما يتكلموا على انه احنا منتظرين أو كأنهم منتظرين الطبقة العاملة تخلق الحزب الثوري وتخلق نضالاتها السياسية من داخلها، وإحنا ساعتها هنتضامن معاهم برضو. يعني الاقتصادوية والارتباط الاقتصادي بالطبقة العاملة بيقوم على إنه في النهاية الثوريين والماركسيين والاشتراكيين ما عندهمش حاجة يقدموها للطبقة العاملة، ولا انه ليهم دور يقدموا من خلاله حاجه للطبقه العامله. ففي هنا نوع من الانتظاريه، ويتكلم الناس واكثر الناس اخلاصا على انه لما حزب الطبقه العامله يتكون، ولما الطبقه العامله تكون حزبها، ويتكلموا على التحرر الذاتي للطبقه العامله، ويتكلموا ازاي المعادله هتتغير ساعتها. وهنا السؤال بطرحه على الرفاق، هو انه طيب انتوا مستنيين ايه؟ يعني هل احنا مستنيين الحزب الثوري للطبقه العامله يتعمل واحنا ساعتها هنروح نشترك فيه؟ ولا احنا بنحاول دلوقتي نعمل وعلينا ان احنا نحاول ان احنا نبني ونغرس الافكار الثوريه والافكار الاشتراكيه في الطبقه العامله؟ بمعنى انه علينا نقدم افكار بناء الحزب الثوري داخل الطبقه العامله.
والا بالمعنى ده يبقى احنا باللي بنعمله او بالافكار دي بتحاول تعمله مع الطبقه العامله، وان احنا ما اعرفش بنشجع اللعبه الحلوه للطبقه العامله مثلا، يعني مجموعه احباء للطبقه العامله. انما ده غير كافي، وده مش دور الاشتراكي، ده دور ناس كتيره جدا. يعني بمعنى انه جماعات صداقه او جماعه محبه الطبقه العامله ممكن ناس كتيره قوي اصلاحيه يعملوه. انما دور الثوري هو انه يقدم افكار ثوريه، انه يتعامل مع الطبقه العامله بشكل سياسي مش بشكل اقتصادي. جانب اخر من الفكره الانتظاريه دي وفكره انه الطبقه العامله هتعمل حزبها الثوري، انه بيتقال انه الطبقه العامله غريزتها الاشتراكيه. ولكن انا من وجهه نظري انه الجمله دي بتستخدم بشكل غلط، بمعنى انه الطبقه العامله غريزتها الاشتراكيه، فهي هتعمل حزب اشتراكي ثوري وتقود به المجتمع ككل نحو الاشتراكيه، واحنا لما يجي الحزب ده هم يعملوه احنا نبقى نروح ننضم، وحتى ذلك الحين نبقى نشارك في النضال الموجود. لا، هو الثوريين لازم يعملوا، يبتدوا يشرعوا في عمل الحزب الثوري، يشرعوا في عمل المنظمات الثوريه، يشرعوا في نشر البرنامج الثوري، يشرعوا في نشر الافكار الاشتراكيه داخل الطبقه العامله. كون انه الاشتراكيه هي غريزه الطبقه العامله ده بالتاكيد، وده احنا كماركسيين ثوريين بنقول، بمعنى انه احنا مش بنجيب لهم افكار غريبه عن وضعهم الطبقي، احنا مش بنجيب لهم افكار طبقات اخرى، ولا بنقدم لهم افكار جايه من الفضاء الخارجي، احنا بنقدم لهم الافكار المتبلوره اللي بتعبر عن غريزتهم كطبقه. ولكن هل هي النهارده الطبقه العامله طبقه اشتراكيه؟ لا، انما احنا بقى المفروض اذا كنا فعلا مقتنعين ان الاشتراكيه هي غريزه الطبقه العامله، يبقى علينا ان احنا واحنا اشتراكيين علينا ان ناخد ثقه اكتر في نفسنا، مش ننتظر ان الطبقه العامله هتعمل حزبها ونروح. بالعكس، هي غريزه الطبقه العامله، اذا علينا نذهب للطبقه العامله وبكل ثقه ونفرد كتفنا ونقول احنا بنعرض عليكي الافكار الاشتراكيه اللي هي بتقوم على اساس الطبقه العامله تكون هي الطبقه القائده لهذا المجتمع. ايه اللي يخلينا ما نروحش للعمال وفاردين كتافنا ونقول الكلمتين دول؟ يعني ليه بنسمح للاخوانجي انه يروح يقول الكلمتين دول؟ لبتوع الحزب قصدي الكلمتين اللي هم بيقولوها، انه مثلا المجتمع بشكل معين ويقدم برنامجه الخاص، انه الحزب الوطني واتباعه واشباهه ومن ضرب ضربه ومن لف لف، ويروح يقولوا كلام بتاع النفعي وبتاع افساد الطبقه العامله بمعنى لا يمكن التغيير وخد لك قرشين بقى واشتغل مع الدوله، مش كده؟ والوفد انه اهم حاجه هي الليبراليه، اللي هي طبعا احنا عارفين انه مش دعوه بالليبراليه، وهلم جرى. طيب، يبقى انت لما بتقول انه العمال بينفروا من السياسه، ده مش حقيقي، لانه العمال النهارده لو رحت هتسال كل واحد على ميوله السياسيه هتلاقي عنده ميول سياسيه موجوده بالفعل. ده انتخب مرسي، ده انتخب حد تاني، ده سلفي، ده مش مهتم خالص وشايف انه السياسه دي شر كلها، وده موقف سياسي في حد ذاته، وموقف سياسي بتشجعه الدوله تماما، فموقف سياسي محابي للدوله. يبقى في الواقع هي مش نفرة من السياسة. طيب، امال انت قصدك انها نفرة من السياسة الثورية، نفرة من السياسة الاشتراكية؟ طب يبقى ده كلام مناقض انه لفكرة انه الطبقة العاملة غريزتها الاشتراكية. وبالتأكيد مش انك تساعدهم في مشكلة ما هو ده اللي هيقنعهم بأفكارك، لانه في غيرك بيساعدهم. ده حاجة. فيبقى خلونا لما نقول انه الاشتراكيه هي غريزه الطبقه العامله، ده يدينا ثقه اكتر احنا كاشتراكيين في ان احنا نروح نعرض مجلاتنا على الطبقه العامله، نعرض جرايدنا على الطبقه العامله، نعرض مقالاتنا ونعرض افكارنا. خلونا ناخد ثقه اكتر في ان احنا لازم ندخل الافكار الاشتراكيه في صفوف الطبقه العامله، ونسعى انه يكون هو ده الفكر القائد داخل الطبقه دي في يوم من الايام. الاقتصادوية على عكس، إذا وقفنا بس نضلنا على المستوى الاقتصادي ومستوى مساندة النضال الاقتصادي للعمال،
فده برضو مع حسن نوايا اللي بيعملوه للأسف ما بيوديش في سكة ثورية، هو بيودي في سكة إصلاحية وبيكرس الأفكار الإصلاحية. بمعنى أنه أنا هفكر الرفاق مثلا اللي بيقولوا ده أو المناضلين اللي بيقولوا الكلام ده أنه أنتوا ناسين نقدنا مثلا للنقابوية، الأفكار النقابوية والأفكار الإصلاحية. إيه مشكلتنا الأساسية مع النقابوية؟ مش النضال النقابي، ولكن فصل النضال النقابي، يعني فصل محاولة تحقيق إصلاحات صغيرة داخل النظام عن الأفكار السياسية الثورية، بمعنى أفكار تغيير هذا المجتمع لصالح الطبقة العاملة، مش كده؟ ده نقد أساسي. طيب إحنا دلوقتي لما نروح نناضل ونساعد ونساند في النضال الاقتصادي بمعنى النقابي للطبقة العاملة، ونمتنع قصدا وعمدا عن إدخال أفكارنا أو تقديم أفكارنا السياسية، إحنا هنا ما بنعملش أي حاجة أكتر من إن إحنا نبقى نقابيين كويسين ومناضلين وممتازين، ولكن ساعتها ينطبق علينا النقد المركزي للعمل النقابوي، مش العمل النقابوي الفاسد، العمل النقابوي الشريف المناضل، إنه ما بنتكلمش غير على الإصلاحات الصغيرة في النظام. طيب دلوقتي غير فصل الاقتصادي والسياسي وان هو ده أس العمل النقابي وهو أس أصلا إصلاحيته، في حاجة تانية، انه حاجة تانية برضو بيعملوها الرفاق وكثير من المناضلين، انه انا من وجهة نظر هي تقليل من قيمة الطبقة العامة، برضو طبعا غير مقصود، وهو الاحتفاء الزائد بالانتصارات الصغيرة. يعني انه لما يبقى في عمال مصنع مثلا وقدروا فعلا بشكل نضالي يقفوا قدام هجمة، ما هجمة مثلا من القوات الداخلية او هجمة من البلطجية، او فعلا قدروا ينتزعوا مكسب، علينا انه طبعا كماركسيين وكثوريين نشوف اهمية ده، وبمعنى ما نباهي به الاخرين ونشاور على قدرة الطبقة العاملة على الحركة. ولكن اللي انا بنقده هو انه يتقدم ده على انه خلاص بما انه الطبقة العاملة قدرت توقف الكام عسكري مثلا من المركز اللي جه يهجم على المصنع، فالاشتراكية غدر، فيبقى هو انه نحتفي ونبتدي احنا نتكلم في نوعية سياسة بتاع انه الثورة الاجتماعية خلاص قادمة. المؤسف هنا من وجهة نظري انه ده بيقلل جدا من القيمة اللي احنا منتظرينها من الطبقة العاملة. احنا بنتكلم على مش طبقة عاملة هتجيب لنفسها الاجور اللي بتديها الرأسمالية ليها في سوق متخلف وشرس زي حتى السوق المصري، احنا بنتكلم على طبقة هتقود وراها اغلبية المجتمع ناحية تحرر البشرية. يعني لازم نبقى شايفين انه الباون اللي بين احراز الخمسة جنيه زيادة اللي هو دايما بيجي بشق الانفس وبيجي بنضالاته وبيجي بناس بتموت عشانه، وتغيير العالم ككل الى الافضل، في مسافة بعيدة، والمسافة دي سياسية مش اقتصادية، وانه المسافة دي مش مسافة تلقائية، بدام جبت الخمسة جنيه يبقى انت افكارك هتبقى ثورية وهتوصل انك تقود المجتمع، لا، ولكن الطبقة العاملة اللي بتقدر تناضل عشان تجيب الخمسة جنيه غالبا بتبقى اكثر انفتاحا لتقبل واعتناق والايمان بالافكار الاشتراكيه. يبقى اذا عليك في هذا النضال الصغير للخمسة جنيه انك تقدم الافكار الاشتراكيه، عليك انك تؤمن اكثر باهميه الطبقه العامله وباللي تقدر تعمله في المستقبل، مش انك توقف توقعاتك منها على اصلاحات اقتصاديه جزئيه. في نوع من الاقتصادوية دلوقتي، وانا هحاول هنا اخلص النقطة دي، هي في دلوقتي نوع كمان من الاقتصادوية اللي ممكن اسميه انتهازية سياسية. يعني احنا قلنا دلوقتي انه الاقتصادوية هي طريق اصلاحي، الاقتصادوية بتقلل من شأن الطبقة العاملة، الاقتصادوية بتترك الطبقة العاملة بدون ما تقدم الافكار الاشتراكية، ولكن بتترك الافكار الاخرى اللي في المجتمع، الافكار الاصلاحية والافكار الرجعية تسير فيها وبين صفوفها من خلال
الأحزاب ومن خلال التلفزيون ومن خلال الراديو ومن خلال المدرسة ومن خلال المؤسسات كلها. لا، ده في كمان إنه الاقتصادوية وكف العين عن السياسة والتركيز في الحركة على الارتباط مع العمال في النضالات الاقتصادية الصغيرة في نوع من الانتهازية السياسية. بمعنى أنا مش عايز أجيب سيرة السياسة دلوقتي لأني ما عنديش حاجة أقولها على السياسة، مش عايز أدخل مثلا في صراع مع الطبقة الحاكمة دلوقتي ونظامها، فأنا أو مش عارف أخذ موقف سياسي مثلا دلوقتي من السيسي ومن الإخوان ومن باقي القوى السياسية، فأقول أنه الصراع الآن والنضال الحقيقي الآن هو أن أنا نحن كثوريين نشارك مع العمال في نضال مصنعي ما. مشكلة ده مشكلته عديدة. المشكلة الأولى هي نقد الاقتصادوية بحالها زي اللي أنا كنت بقوله الكام دقيقة اللي فاتت. بس في مشكلة بقى ملموسة، هي إن إذا أنت امتنعت عن الكلام عن السياسة فالعمال مش هيمتنعوا عن الكلام عن السياسة. بمعنى إن أنت جاي بتشاركنا بتساعدنا في حاجة، بتروح تطبع حاجة، بتجيب محامين، كويس كتر خيرك. بس دلوقتي إحنا مستفيدين منك إيه غير كده؟ أنت إيه؟ أنت اشتراكي؟ أنت إخواني؟ أنت يميني يساري؟ فلا، احنا هنمركز معاكم في الـ في في الـ في الـ في النضال اللي من النوع ده. طيب احنا دلوقتي هنتكلم على الدوله اللي احنا بتضربنا، انت هترد علينا هتقول ايه رايك في الدوله دي؟ ولا هتقول للعامل لا ما تتكلمش في السياسه، ما تتكلمش في الدوله اللي جايه تضربك بالداخليه وبالامن الوطني عشان انت بتتكلم على بدل الوجبه؟ طب ولو اتكلمتوا في السياسة هتتكلموا على الإخوان والجيش وحكم العسكر واليسار مش كده؟ طيب ولا انت لو انت بتقول لا احنا بس دلوقتي النضال هو ان احنا نتكلم على الاقتصادي، هتلاقي نفسك بدل ما انت كنت ده، انت لو نجحت وصلت للعمال بدل ما انت كنت بتقول الكلام ده اليسار هتلاقي نفسك بتقوله للعمال، فهتلاقي ان انت بثوريتك دي بتشد وعي العمال لورا من السياسي للاقتصادي، وبتشد ممارسة العمال من السياسي ومواجهة الدولة الى الاقتصادي والمصنعي مرة اخرى. والمعنى ده انت مش بس فيها انتهازية سياسية، انت مؤذي لنضال الطبقة العامل الاقتصادي نفسه. انا هوقف دلوقتي عند النقطة دي، ممكن نكمل كلامنا على الاقتصادية والعمالوية في مرة تانية. شكرا جزيلا.